أنجزت مديرية صيانة مشاريع الري أكثر من 1200 كلمة من التطهيرات، كان أهمها المشاريع اللي تتواجد عليها محطات إسالة أثناء الشح المائية وممصات المحطات، كافة المحطات سيطرنا عليها أثناء فترة الشح. إنجاز أكثر من 85% التبطين مشروع خويسة الإروائي، والجزء المهم الجزء اللي داخل قضاء الوركاء، وحاليا يعمل المشروع حال توفر الحصة المائية. العمل المستمر تنظيف الجداول من الشمبلان وزهرة النيل وكافة الأدغال والقصب. ضمن المشروع الوطني لتحلية مياه نهر الفرات أنجزنا فتح جنابيات النهر العطشان لتخليص المنطقة من الملوحة والملوثات اللي القادمة في العطشان.